الأعمال المرشحة لهذا المساء تحديدا. حياك الله ثواب السبيع، اليوم فايز، تخبرنا عن مشاعرك. والله الحمد لله، احنا قلت يعني احنا كنا شاركنا فيديو هي لهم دار من فيديوهات سابقة سويناها عن جميع دول العالم نزورها، والسعودية لها بصمة فيها، والناس هذول يحبون السعودية. فمسألة اليوم الوطني هي لنا دار، لا هي لهم دار أرض برضو. فأخذنا مشاعرهم ولقطات، يعني سواء بصمة ملك، بصمة وطن، بصمة عائلة سعودية، بصمة طبيب، بصمة معلم، في الدول هذه زرناها. فاختطفتنا فيديو لقى رواج واسع كبير لما شاركنا في اليوم الوطني كفيديو ننزله في مشاركة اليوم الوطني. بعدين قالوا شو ليش ما نقدم نشارك في الجائزة، شاركنا وفزنا. اليوم ثواب ما شاء الله تبارك الله أنت تقدم في كل مكان، وآخرها حضورك القوي في كأس العالم، ولكن اليوم تكرم داخل الوطن. يسعدك والله، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. احنا في سايح يوتيوب، سواء انا والشباب اللي يشتغلوا معي او حتى جمهورنا متابعين سايح يوتيوب، هم اللي يصنعون المحتوى اللي جالس نسويه. في كل مره يرسلون اقتراحات انه نروح دول، نروح اماكن، نروح مواضيع، نغطي مواضيع. فكل المسؤوليه تكبر علينا، ووطننا يستاهل كل شيء منه. فالمشاعر جميله صراحه، لانه تشارك في اليوم الوطني فيديو جميل، لكن انه المشاركه هذه تترشح وتفوز مسؤولية علينا عظيمة. شكرا لمن منحونا الفرصة للمشاركة في اختيار الأغاني الوطنية. نبارك لإجراء مبادرة أرامكو الفوز بمسار الأغنية الوطنية عن عمل نغني للوطن.